نصر أبو العجول مدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. بغينا نتكلموا لنا على هذا اللقاء اليوم في الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية. هذا اللقاء هو إعطاء الانطلاقة الرسمية للشهادة المدرسية الخاصة بالسلامة الطرقية على مستوى الجهة ديال الدار البيضاء الكبرى. الحمد لله اليوم في بلادنا التربية الطرقية أصبحت حاضرة في واحد المستويات متعددة في المنهاج الدراسي، بحيث أنها حاضرة في التعليم ما قبل الأولي وكذلك على مستوى الابتدائي من خلال المواد الحاملة وكمادة أساسية، وكذلك في الأنشطة المرتبطة بالحياة المدرسية، وكذلك حتى في تطوير المهارات الحياتية بالنسبة للتلاميذ على المستوى الابتدائي. واليوم على المستوى الإعدادي تم يعني إعداد او سن او يعني الاخذ بعين الاعتبار ديال هاد او يعني فرض هاد الشهاده المدرسيه الخاصه بالاعدادي اللي غتولي اجباريه واللي هي مرتبطه بالمنظومه ديال المسار، واللي غتمكننا من تاكدوا بانه جميع الوليدات ديال المغاربه اللي في السنه الثالثه اعدادي واللي كيتجاوز العدد ديالهم واحد 600 الف تلميذ غادي يخضعوا لواحد التكوين يعني من خلال واحد البوابه اللي تم اعدادها خصيصا لهذه الغايه، وبالتالي كيجتازوا واحد الامتحان اللي كيدوزوا فيه 50 سؤال، وهذه 50 سؤال كيخصوا يحصل على واحد النسبة ديال الإجابة ديال تتجاوز 45 سؤال من أجل الحصول على الشهادة المدرسية. الهدف ماشي هو أننا نسقطوا الوليدات، ولكن أنه التلاميذ كيمكن لهم يجتازوا يعني أكبر عدد ممكن هاد الامتحان هذا على أساس أنهم يحصلوا على هاد الشهادة لأنها مرتبطة بالمنظومة ديال المسار. ما نطمح إليه من خلال هذه المبادرة هو ترسيخ الثقافة ديال التعايش وديال التسامح بالنسبة للناشئة وبالنسبة للوليدات ديالنا، باش يكون عندنا واحد الجيل اللي هو متشبع بهذه الثقافة ديال التعايش واحترام القانون وقانون السير، وكذلك باش تسود واحد الطمأنينة في الفضاء الطرقي في بلادنا، علما أنه العنصر البشري مع الأسف يكون حاضرا بنسبة تتجاوز 80-90% في وقوع حوادث السير، والاشتغال على تهذيب السلوك وتأطير السلوك هو واحد الورش لطويل الأمد، فيه واحد المجموعة ديال المداخيل، فيه كل ما هو مرتبط بالمراقبة، فيه كل ما هو مرتبط بالبنية التحتية، ولكن يظل الورش المرتبط بالتربية الطرقية أحد أهم المداخل، وهو اللي كنقوم بالتنزيل ديالو على مستوى الجهة ديال الدار البيضاء الكبرى كنموذج. من طبيعة الحال المغرب كله مستهدف وجميع الجهات المملكية مستهدفة، ولكن اليوم كنعطيو انطلاقة على مستوى الجهة ديال الدار البيضاء الكبرى. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.